اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد، شجرة الأصل النورانية ولمعة القبضة الرحمانية، وأفضل الخليقة الإنسانية، وأشرف الصورة الجسمانية، ومعدن الأسرار الربانية، وخزائن العلوم الإصطفائية، صاحب القبضة الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية، من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه، وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.